Tokom školskog i mektepskog obrazovanja učestvovao je na više takmičenja, kako školskih, tako i mektepskih. Na mektepskom takmičenju na nivou Međlisa Islamske zajednice Gradačac se učestvovao je 7 godina i osvajao prva mjesta u kategoriji kirajeta. Također, 7 puta je bio na takmičenju na nivou muftijstva Tuzlanskog i 2 puta je osvojio prvo mjesto u kategoriji kirajeta. 2 puta je učestvovao na takmičenju na nivou rijaseta. Hirs je počeo učiti tokom svog 8-godišnjeg mektepskog obrazovanja u mektebu Reufbegove džamije pred Mualimom Hafizom Kemal Efendijom kao polaznik mektepske škole Hirsa, naučivši veoma značajan dio Kur'ana na pamet. Hirs je nastavio u Behambehovoj medresi u Tuzli. U medresi se još intenzivnije posvećuje Hirsu pred poznatim i veoma uspješnim Hafizom Minus Efendijom Spahićem, profesorom kirajeta, pred kojim je uspješno naučio cijeli Kur'an na pamet. Hirs Kur'ana zvanično je završio 21. januara 2019. godine u Sarajevu, proučivši posljednje sure pred komisijom za Hirs Rijaseta Islamske zajednice. Hafizu Mirnes Efendi je ovo ukupno 32. kandidat koji je izveo, a Behrambegova medresi 62. učenik koji je stekao titulu Hafiza Kur'ana Časnog. Hafiz Zeyn je odličan učenik i trenutno je učenik 3. razreda Behrambegove medrese u Tuzli, koja je iznjedrila još jednog vrijednog i iznimno kvalitetnog učenika, a koji je ponio najčasniju titulu čuvara Allahove knjige. Upućujemo čestitke mladom Hafizu, njegovoj porodici u Hafizu i Behrambegovoj medresi, te džematu Reufbegove džamije i Međlisu Islamske zajednice Gradačac. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Oh,
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو
إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا.
اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله لنا برهانا على رؤوس الملأ يوم يجمع فيه أهل الأرض وأهل السماء. اللهم ارزقنا منازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، إنك سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تبارك في هذا الحافل زيد شبيرديش سين آغي إأسميري. اللهم بارك فيه واجعله من أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين. اللهم ألزم قلبه حفظ كتابك، وانفع به أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمه وأعنه على حمل القرآن يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا واجعلهم من أهل القرآن، وجنب عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب عنهم أصحاب السوء يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رئيس العلماء أُنُوشي أو نايجاس مكتبو حافظات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
za Hosena Jukana i glavnog imama Nusreta Efendiju doruče priznanje i zahvalnice Međlisa Islamske zajednice Gradačac mu Hafizu Menes Efendi Spahiću i Hafizu Zeida Špijeliću te priznanje za promoviranje Hivza općenito, a posebno u Mekte Boreo Begove džamije Hafizu Kemalu Efendi Mehiću, imamo Reo Begove džamije koji će se ovim povodom i u ovoj nesvakidašnjoj i svečanoj prilici na kraju i obratiti. Da vidiš Behram Bečele Komisaja Tvojega, Aman Allah Behram Bečele Komisaja Tvojega, Kur'an će sunnet slijede sen šehra svoga, da vidiš Behram Bečele Komisaja Tvojega, Aman Allah Behram Bečele Komisaja Tvojega, Kur'an će sunnet svjedesnen šehra Kur'an će sunnet slijede sve še.